يستعد الفنان عبد المجيد عبد الله لإحياء حفل في دبي ضمن حفلات العيد يوم 13 من أبريل المقبل في كوكا كولا أرينا. بصور جماعية وبلقطات عفوية احتفل العديد من النجوم بانتهاء عرض مسلسلاتهم خلال النصف الأول من رمضان والمكونة من 15 حلقة كفريق مسلسل كامل العدد بجزئه الثاني الذي ودع الجمهور عبر جلسة تصوير لنجوم المسلسل الشباب. كما حرص صناع المسلسل على بدء العمل وختامه بتحية وإهداء لروح الفنان الراحل مصطفى درويش الذي شارك في الجزء الأول من العمل. وزار بطل المسلسل الفنان شريف سلامة قبر الراحل ضمن أحداث المسلسل في لقطة درامية مؤثرة. صحيح أنت لسه وحشنا، بس هنعمل إيه؟ مش قد ما نتقابل. أيضا شارك فريق مسلسل أشغال شقة العديد من الصور من خلف الكواليس مودعين الجمهور بعد نجاح لافت. وشارك أبطال مسلسل صلة رحم جلسة دندنة خلال كواليس المسلسل الذي قوبل بإشادات واسعة من قبل الجمهور والنقاد. ومع ختام مسلسل لحظة غضب نشر أبطاله الكثير من الصور الودية من كواليس المسلسل المليء بالصراعات. وودع الفنان أكرم حسني جمهور مسلسله بابا جا بصورة كوميدية مع الأبطال. كما ودعت الفنانة روجينا متابعي مسلسلها سر إلهي بصورة ضمت فريق العمل كاملا، وأشاد الجمهور بأداء أبطال العمل وبقصته المشوقة المأخوذة من واقع الحياة. أعلن مهرجان أفلام السعودية عن اختيار الفنان عبد المحسن النمر الشخصية المكرمة في الدورة العاشرة من المهرجان الذي يقام في 2 مايو المقبل. ونشر حساب المهرجان عبر إنستغرام صورة الفنان الكبير وكتب بحضوره اللافت منذ أكثر من 40 عاما وبأدائه المتقن للشخصيات على اختلاف أبعادها النفسية والاجتماعية يصنع الفنان السعودي عبد المحسن النمر اسما مميزا وموقعا بارزا في خارطة الفن العربي. يذكر أن الفنان عبد المحسن النمر يشارك في موسم دراما رمضان بمسلسل خيوط المعازيب بمشاركة نخبة من النجوم. ردت المخرجة السورية رشا شربتجي بطرافة على الانتقادات التي وجهت لمسلسلها أولاد بديعة بسبب احتوائه على مشاهد عنف، وشاركت كواليس أبطال العمل وهم يتراقصون على الأغنيات خلال كواليس التصوير.